السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله أول فيديو في سلسلة فيديوهات الخواص الجديدة أو المميزات الجديدة في الـ CSS. طبعا حضراتكم عارفين إن احنا عملنا كورس CSS في القناة احترافي بفضل الله، غطينا أكبر قدر ممكن من الحاجات اللي أنت محتاج تتعلمها في الـ CSS، لكن زي ما حضراتكم عارفين إن في حاجات جديدة كل شوية بتنزل، فاحنا هنتكلم عن الحاجات دي كلها كل حاجة في فيديو منفصل. أول نقطة محتاجك تعرفها قبل ما تدخل في أي حاجة من الحاجات اللي أنت هتتفرج عليها في الفيديوهات، لازم تشوف الحاجة دي متوافقة مع المتصفحات ولا لأ. عندنا موقع اسمه كان أيوز، هنستخدمه ونخليه معانا شوية، كل حاجة هنتكلم عنها حضرتك تبحث عنها هنا وتشوف التوافق بتاعها مع المتصفحات، لأن ممكن نتكلم عن ميزة وتكتشف إن الميزة دي مش متوافقة مع المتصفحات كلها فأنت بتعرفها وتسيبها شوية. طب هل انا في كل الفيديوهات هفضل افتح لك الصفحه دي؟ ممكن وممكن، مش ضروري يعني، انا وريت لك بس الطريق عشان تكون عارف. هنتكلم عن حاجه اسمها نيستنج، تكتبها هنا وتشوف التوافقيه زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم كده. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول ونفهم الفكره بتاعتنا. النيستنج حاجه من الحاجات اللي احنا اتعلمناها في كورس الساس. لو انت اتعلمت كورس الساس في القناه فانت عارف انا بتكلم عن ايه، لو ما اتعلمتش هتشوف الكلام ده في الفيديو ده وتفهم الفكره. النستنج كان بيتعمل بالساس، يعني انت محتاج بري بروسيسور عشان تعمله، لكن احنا بنتكلم هنا عن النستنج موديول الموجود في سي اس اس، يعني هنعمل عمليه النستنج دي في سي اس اس بدون تدخل اي بري بروسيسور. طيب النستنج هنا المقصود بيها ايه؟ ده عباره عن سينتاكس يخليك تحط السيلكتورز جوه بعضها. خلينا نخش في الموضوع عشان تفهم كل اللي انا قلته. عندي دلوقتي ديف اسمه بيرنت، هنكتب جواه كده كلمه بيرنت، وتحته على طول خلينا نعمل التشايلد بالشكل ده ونكتب جواه child، وبعدين نعمل span نحط جواه كلمة مثلا info بس كده. ده الشكل بتاعنا العادي خالص قبل ما اعمل اي تنسيقات اهو. هبدأ اجي انسق ب css واقول له اتفضل انا عايز البيرنت يكون الكالر red مثلا. جوه البيرنت ده عندي اللي child، عايز اللي child يكون الكالر مختلف شوية gray مثلا، وعايز بعد كده اللي span اللي جوه اللي child تكون برضو بلون تاني. خلينا ناخد السيلكتور ده كده ونضيف السبان، وبعدين اقول له هنا الكالر هيكون جرين. ده العادي يا شباب اللي احنا هنستخدمه في سي اس اس واللي احنا اتعلمناه وما عندناش فيه اي مشكله. خلينا بقى نبدا نشوف عمليه النستنج او استخدام النستنج موديول هيكون ازاي. هقول له بيرنت ده الطبيعي بتاعنا خالص كالر ريد تمام. تحته على طول هنبدا نستعمل التشايلد مباشره بالشكل ده، لانه ده عباره عن نستد اليمنت من البيرنت، ودي عمليه النستنج اللي احنا بنتكلم عنها او النستنج موديول، ان انا احط سيلكتور جوه التاني. طيب اللي تشايلد هتعمل فيه ايه؟ هقول له كلر جري بالشكل ده. طيب لسه عندنا السبان محتاجين ان احنا نضيفهم. هنا هستعمل لك علامه الاند اللي بتعبر عن الاب، العنصر الاب، يعني الاند دي تعتبر كانك بالظبط بتقول له دوت تشايلد بالظبط. طيب انت اخترت التشايلد دلوقتي هتعمل ايه؟ عايز اقول له السبان اللي جوه التشايلد هتعمل ايه فيها؟ هقول له كلر جرين بالشكل ده. طيب ركزوا معايا في الشكل اللي قدام حضراتكم ده، وبعدين لو همشنا ده هتلاقي كل حاجه زي ما هي زي ما حضراتكم شايفين، اللون اهو الاحمر وبعدين الجرين وبعدين الاخضر. كل اللي انت شفته ده كنا بنعمله في الساس زي ما حضراتكم عارفين، لكن دلوقتي هتقدر بعد ما يتم التوافقية بنجاح وبعد ما الموضوع يكون متوافق مع المتصفحات كلها هتبدأ تعمل الكلام ده في CSS بدون تدخل اي بري بروسيسور، ودي حاجة من الحاجات العظيمة جدا جدا جدا، لانها بتسمح لك ان انت يكون شغلك موديولر، يكون عندك البيرنت ده عباره عن كومبوننت منفصل فحضرتك تحط العناصر بتاعتك كلها جواه وخلاص، والعمليه بتبقى منظمه جدا. طيب عايزين حاجه كنا بنعملها قبل كده، انا عايز مثلا اعمل هوفر على مثلا اللي تشايلد هنا، عايز لما اعمل هوفر عليه اللون يتغير. احنا كنا بنعملها ازاي في العادي؟ حضرتك بتيجي تقول له هنا، نجربها بس الاول بعدين نعملها بالنستنج. ادي البيرنت دوت تشايلد هوفر سبان. انا هنا عملت ايه يا شباب؟ انا هنا بقوله لما اعمل هوفر على التشايلد السبان اللي جواه هنخلي الفونت ويت بولد، عشان سيبكم الالوان عايزين بس نغير، عسل قوي. انا كده عملت هوفر على التشايلد زي ما حضراتكم شايفين الانفو بقت بولد. جميل، نعمل الكلام ده هنا ازاي؟ هسيب دي هنا وبعدين اغيرها في الحته دي وبعدين نشيل دي. هاجي هنا جوه التشايلد انا قلت له اند سبان اللون اهو. طيب بعدها اند هوفر
اهو معناها ايه؟ معناها ان انا لما باجي اعمل هوفر على التشايلد السبان اللي جواها هخلي الفونت ويت بتاعها بولد. نشوف مع بعض، هشيل دي، شوف هل كله تمام ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين اهو، ولو جيت هنا عشان تشوف الموضوع هنيجي مثلا عند التشايلد نقول له هنا الفورس ستيت هوفر، وبعدين نيجي عند السبان هتلاقي زي ما حضرتك شايف كده لما عملت هوفر هنا الفونت ويت بولد دوت بيرنت دوت تشايلد هوفر سبان. كانك بالظبط في الساس احنا كنا بنعمل حاجه مختلفه شويه، ان انت ممكن ما تعملش دي كده، يعني ممكن ما تعملش دي، لكن هنا احنا محتاجين نعرف بس حاجه مهمه. احنا هنا يعني كتر خير قوي الناس اللي عملت ده انه يوصلونا ان احنا نستعمل الحاجه الموجوده في الساس في سي اس اس، فدي حاجه عظيمه جدا. لسه لما الموضوع يبقى متوافق انت هتعمل ابداعات وحاجات عظيمه جدا جدا. يا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعوا لأهلنا، ضروري جدا، هما محتاجين دعواتنا. يا رب الفيديو إن شاء الله يكون جميل وعجبكم، ده أول فيديو في السلسلة، هنكمل مع بعض شوية خواص حلوة بإذن الله هتعجبكم. أشوفكم إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.